جدة، ولكن هالمرة غير، كروحت جدة، وذلك في مهرجان أرض المعرفة والترفيه داخل خيمة مسرح المشاهير يومي الخميس والجمعة 22 و 23 جماد الأولى يوافق 8-9 فبراير، حيث يستضيف المهرجان جميع نجوم وزهرات أطفال ومواهب في ليلتين مميزة بعروض واستعراضات جديدة. ولكن المكان هالمرة مختلف من حيث التنظيم والروعة، كورنيش جدة بجوار الواجهة البحرية الجديدة أمام مسجد الرحمة، كما أن هناك فترات تصوير مع الزهرات تبدأ من بعد صلاة المغرب. نفخر بكم جمهورنا المميز.